السلام عليكم. في ظل التساؤلات العديدة اللي وصلتني من أحباء الترجي حول آخر مستجدات الفريق في الميركاتو الصيفي، نقدم لكم آخر التطورات في هذا الملف. صفقة ملكوم آل حميدي، دخل الترجي في مفاوضات مع اللاعب وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب، اتفاق شفاهي، لكن لم يتم توقيع أي عقد إلى حد هذه اللحظة، وإمكانية استدعاء اللاعب لخوض اختبار فني مع الفريق تبقى مطروحة. في نفس السياق، أكدت بعض المصادر الصحفية عن إمكانية انتداب الترجي لإلياس بوزيان، اللاعب من مواليد 97 من أب تونسي وأم سويدية، ويشغل مركز المدافع الأيمن، خاض تجارب عديدة مع فرق تنشط في مختلف درجات الدوري السويدي لينجح في التأقلم بسرعة وافتكاك مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، إذ يعد من بين أهم الاكتشافات خلال الموسم الحالي تبقى لعديد المراقبين. وبحسب ما أكدته مواقع تهتم بأخبار الميركاتو، فإن إلياس بوزيان أصبح أولوية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي الذي دخل معه في مفاوضات منذ حوالي الشهر. اللاعب عبر عن موقفه من اللعب للترجي في تصريح سابق: أعرف جيدا أن الترجي من بين أفضل الفرق في تونس وإفريقيا ويتمتع بشعبية كبيرة، لا أدري إن كان هنالك تواصل حقيقي بين الترجي ووكيل أعمالي، ولكن ما يمكنني قوله أنني على استعداد أكثر من أي وقت مضى من أجل القيام بالخطوة المقبلة في مسيرتي. اللاعب هذا تحدثت عليه بعض وسائل الإعلام، لاعب من أصول تونسية يلعب ظهير أيمن، الترجي دخلت معه في مفاوضات كما قلت لكم، وإن شاء الله فما تطورات جديدة في الملف هذا، إن شاء الله نمدكم بها في أقرب الأوقات. من جهة أخرى، تمت إعادة فتح باب التفاوض مع الملعب التونسي ومهاجمه هيثم الجويني بعد فشل المفاوضات في مرحلة أولى، حيث أن إدارة البقلاوة طالبت ب 900,000 دينار، في حين أن عرض الترجي لم يتجاوز 700,000 دينار. جلسة تفاوضية جديدة منتظرة بين الطرفين من أجل إيجاد حل يقضي بعودة الجويني للترجي. المفاوضات ستنتهي في الأسبوع الحالي، ويأمل الطرفين إلى التوصل إلى حل بينهما من أجل الإمضاء والالتحاق بتمارين الترجي. وكما أكدت لكم منذ مدة، فإن الإشكال القائم بين الطرفين هو مادي ويتعلق بقيمة ما يريده الجويني كجراية شهرية. إذن مفاوضات عديدة ومتعدة مع هيثم الجويني وإدارة الملعب التونسي، آخرها أن هيثم الجويني رفض راتب شهري تبلغ قيمته 45,000 دينار، بعد ما كان العرض الأول 10,000 دينار، من ثم 25,000 دينار، من ثم 45,000 دينار، ولكن اللاعب يرفض إلى حد الآن. كان يتقاضى مع الملعب التونسي 4,000 دينار، ولكن الآن يرفض في 45,000 دينار من أجل الالتحاق بالترجي الرياضي التونسي، ويطالب بترفيع هذا المبلغ، موضوع للمتابعة. أما بخصوص تأهيل اللاعب البرازيلي رودريغيز، نؤكد أن الصفقة قانونية 100%، وتم بالفعل تحويل القسط الأول من قيمة الصفقة إلى ناديه البرازيلي الذي أرسل البطاقة الصفراء التأهيلية الخاصة باللاعب إلى الفيفا، لكن يبقى عدد الأجانب في الترجي هو العائق في هذا الموضوع، إذ تبقى المفاوضات متواصلة مع الأردني شرارة والجزائري بن عياد من أجل فسخ عقد لاعب واحد منهما من أجل تأهيل البرازيل. وإلى حد هذه اللحظة المفاوضات تبقى جارية بين جميع الأطراف، وقد يضطر الترجي كما ذكرنا سابقا لتقديم كامل المستحقات المادية لأحد اللاعبين للتوصل إلى حل نهائي، والأقرب سيكون بن عياد اللي إن شاء الله فما اتفاق مبدئي بينه وبين إدارة الترجي الرياضي التونسي على يعني إنهاء العقد اللي يجمع بالفريق، وإن شاء الله يتم تأهيل البرازيلي قبل الدخول في غمار رابطة الأبطال الإفريقية. أخبار ميركاتو الترجي باش ننهيها بملف تجديد عقد غيلان الشعلالي، حيث أفادت مصادر مقربة من هيئة الترجي أن الاتفاق حاصل بين رئيس النادي واللاعب حول تجديد العقد، لكن في بداية المفاوضات الترجي اقترح التخفيض في قيمة الراتب الشهري اللي كان يتحصل عليه الشعلالي سابقا، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب. نؤكد أن وجهات النظر تبقى متقاربة بين الطرفين، ومسؤول الترجي لديهم الثقة الكاملة من أجل غلق هذا الملف بتجديد عقد اللاعب الذي يعتبر أحد أبناء النادي، خاصة وأنه أعطى موافقة مبدئية على التجديد ورفض خوض أي مفاوضات مع فرق أخرى. الجديد في الموضوع، اللاعب قام بفحص طبي الذي كشف عن تحسن حالته الصحية ومنحه أسبوعين آخرين من طبيب الفريق من أجل استكمال التأهيل
البدني، وبعدها ستحدد إدارة الترجي موقفها من التجديد. نؤكد أيضا أن اللاعب لديه عروض خليجية أعلى قيمة من عرض الترجي، وغيلان مستعد للتجديد مع الترجي ولكن بنفس امتيازات العقد القديم. إذن متابعين الكرام، متابعي بكام سبور، هذه آخر الأخبار وآخر التطورات الخاصة بميركاتو الترجي، الخاصة بانتدابات الترجي الرياضي التونسي في هذا الميركاتو الصيفي. إن شاء الله نكون جبت لكم الأخبار اللي قاعدين تلوجوا عليها. هذه إذن آخر التطورات وآخر المستجدات الخاصة كما قلت لكم بميركاتو الترجي الرياضي التونسي. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.